اوكي، صباح الخير. فلوج جديد اليوم ان شاء الله. نقصد ربي للدنمارك، من الدنمارك نمشي للسويد. حكايه تظهر لكم مهبوله، ما هي حكايه في الاوروب ما بين كوبنهاغن ومالمو، ثم قنطره نص ساعه من زمان تكون غادي، ومن بعد نرجع للكوبنهاغن نتفرج ان شاء الله في بارتين تاع الدنمارك وكرواتيا، شوف الجو نتاعهم. بلاد نورديك ما نعرفوهاش نحن توانسه برشا، مي ناس منظمين، ناس عندهم جمهور مهبول نتاع كوره اللي برشا عباد ما يعرفوهوش. دونك ان شاء الله اليوم نعمل لكم فلوج من ستاد، من الستاد نتاع كوبنهاغن اسمه باركن ضد كرواتيا. اخيرا كملت التشيكين الحمد لله، خلطت في الوقت. تو فا بيان الحمد لله، خلطت ولا الدنمارك طقس مغيم شويه. مازال تقريبا ساعه باش ناخذ البيوس نمشي للسويد. قاعد نخمم توا معناها في المطارات اللي عندنا، وحكيت غنية الأوبن سكاي اللي نسمع فيها توا عندي 10 سنين يمكن حتى أكثر. تهبط في مطار كوبنهاغن تلقى المحطة نتاع التران تحتك، والمحطات نتاع لي بيوس اللي يهزوا معناها كسوا معناها في وسط الدنمارك ولا حتى للسويد تحتك، تلقى كل شيء للتاكسي الدنيا الكل. أنا مرة نتذكر هبطت في النفيذة ممكن 15 سنة لتالي حاجة كيف نكاي، ما ثم حتى شيء حتى شيء. تلقى كانك جماعة نتاع اي نوصلك لتونس ب 150,000، اي نوصلك لسوسة ب 80,000، اي نوصلك. كيفاش تحب تعملها الاوبن سكاي؟ الاوبن سكاي راهي كلها بازية على لو فات انه العباد تعمل ترانزيت عندك، تهبط وتعاود تطلع ديريكتومون لافريك، ما نعرفش انا نور افريك. ما عندناش ما عندنا حتى امكانية باش نعمل الاوبن سكاي، قاعدين نكذبوا على رواحنا. الاوبن سكاي نتاعنا نحن نتاع عباد باش تهبط جوست في تونس، يعني تعدي هكا جمعة من زمان تصرف طرف فلوس وتروح. راس مالها قنطرة، تلقى روحك في السويد بعد درجين من كوبنهاغن. برشلونة نتاعهم هذيا. دونك نمشي توا نعمل برانش، نعمل فطير باهي وبعد نشوف نعمل دورة جوست في وسط البلاد. نشوف 6:30 على العشية عندي الكار نرجع لكوبنهاغن، ومن هنا لغاديك عندنا برشا ما يتشاف. هو جيت المالمو ساليو هال اللي هي ذكرتني ياسر في اللي ميركادو اللي تلقاهم في البرتغال ولا في اسبانيا، هكا لي ريستورون والسوبر مارشي الكل اندور، حاجه تعمل الكيف، ديكوراسيون حلوه برشا. الحوت نتاع البحر الشمالي نتصوروا عنده نكتو، اما نصور بعيد ياسر على نتاعها. هذه تيبيكمون سويدواز. الكانيل بولار هذه عباره على شناك بالقرفه، كانيل بولار الله اعلم عاد قاعد ننطق بها بالصحيح ولا، مي اون توكا هذه سبيسياليتي نتاعهم فرونشمون تعمل كيف. سينو ديكوراسيون في السويد حتى شيء ميو سيمتريك وفرونشمون اسمع سي ان كونسيبت يعجبني على الاخر، ما فماش اللي كل شيء لازم يكون كيف كيف وكل شيء كاري وكل شيء تاع الالمان، شيء يعمل كيف اخوي، كل طاوله من نوع كل عاملين رواحهم بونكي. مالمو تحسها بمدينة صناعية، معناها تبدا تدور في وسط البلاد والمعامل بجنبك. ما فيهاش حاجة ياسر سبيسيال أبار إنه خرج منها أسطورة من أساطير كرة القدم، زلاتان الكبير. اون فيل ميتروبوليت تحسها معناها خاطر ثما برشا خدامة معناها جاو تاريخيا لهنا، وإيفيدامون هما عملوا عائلات إتسيتيرا. بالوقت ولات توريستيك، ولات العباد تجي سمعوا بها عندي ابارتومون في السويد يطل على الدنمارك. هذه هي، وهذا يا سيدي اعلى باتيمون في الاسكندنافيا كل، معناها النرويج السويد فنلندا والدنمارك. وصلت توا لواحده من اكثر البلايص اللي يجيوها من هنا في مالمو اللي هي الفرد المعقود. لا ماهوش فرد نورمال، فرد معقود، رمز للسلام. يزين اخويا من الحروبات راهو قلوبنا طابت. انا واحد من الناس ساعه نحيت كليباج نتاع الاخبار الكل، اما فما حاجات ما تنجمش معناها تسكر عليهم عينيك. المانيا غليت بطريقه غير عاديه، تونس الور لا نون بارلون با. سبب من الاسباب ايفيدامون الكوفيد، اما زاد الحرب نتاع روسيا عندك فيها ما تشوف. والسنه راهو انا نقول راهو مازال حكايه فارغه، اللعب الكل يبدا بارتير من العام الجاي وقتها فهمتني، نفيقوا اللي
لا قمح لا شعير لا 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 تورنسول لا حد شيء. الريستوران هذا نصحوني به دونك سبيسياليتي فرويد مير ديكور ياسر مزيان في البلاصه اللي جيتها اليوم الصباح رجعت لها في نص النهار هاكا ناخذوا تريح صومو ونقصدوا رب. اخر حاجه كنت مصورها اني ناكل ماكره حاره في السويد صوص بيضه وحاره دي اول مره راه حاجه البيه في الميركادوات هذوما انك تلقى الماكله والقهوه والدنيا الكل. باركونت الحاجه الخايبه هو انك معناها تنجم تقعد على بلاصتك نهار كامل عرفت تفطر فطور الصباح تعمل قهوه تفطر فطور نص نهار تعمل كعبه جلاس تعمل قهوه تتعشى كلهم فرد بلاصه ياسر يعلم البخل في هذا. اون جروند بارتي من البلاد فوق الماء. اليوم جيت بالزهر نهارة اللي تخرج ونهارة التخرج نتاع الجامعة حاسيلو مش محفلينها برك ما تحكيش. هما مشنعين هكذا من التوانسة هذوما. فيراج السويد. صارت لي الحكاية في كالينينغراد محليها محليها كي تخلط على نهار التخرج حاجة تعمل الكيف. عارف يوم ما حريق البوبيل والحاكم جي باركينغ والخضار ما تحكيش عاد السويد معروفة بها. فلسطين ديما حاضرة في كل بلاصة. احنا توا في السويد ماناش في القدس شي يعمل كيف. الحقيقة بلاد ياسر سمباتيك فيها فلير ياسر مزيان سورتو بون كي يبدا طقس حلو ايفيدامون الناس كل تبدا شيخة وعاملة جو. فرش فرش يا حبيبي اقسم بالله يدخل بارتي كورة مش تخرج نتاع الجامعة. هذوما جماعة البلاد اللي تولدوا لهنا عملوا لهم معناها كما تقول انت اوماج حطوا لهم الصبابة نتاعهم زعما زعما. هكا يوفى الفلوق نتاعنا اليوم في مالمو بلاد ياسر حلوة مزيانة صغيرة ونظيفة على الاخر. قبل كانت معروفة انها بلاصة نتاع مشاكل بلاصة اندستريال توا الحقيقة ولات توريستيك مزيانها نظيفة على الاخر كولتور كولينير حلوة برشا عجبتني اون بلوس ابارامون عندي زهر مش نورمال في الطقس خاطر ما هيش احسن بلاد امور طقس وكذا. نقصد ربي توا ان شاء الله كوبنهاغن وين الليله يستنى فينا الدنمارك كرواسيا. حبيت الحقيقه نشوف الجمهور نتاع الدنمارك ما يتراتيش حسب ما سمعت دونك فوالا الي نصيف ساعه وناخذ الكار. فوالا توا غير خلطت الكوبنهاغن من جديد دونك نقصد ربي الابارتمون يلزمني دوش حالتي الكلب اقسم بالله. سي بون واحد دوش توا الحمد لله يا ربي واحد يحس في روحه تفرشك توا نقصد ربي الاستاد حطيت لهم الشاشيه باش يعرفوا لي انا تونسي ونتصور برشا باش يسالوني شنو هي الحكايه هذيا دونك من توا نعطيهم السينيال كيفاش باش نجيو في قطر بقدره ربي. يح يح المترو مش منغم بركه ما عندكش مترو وصل مدريتش اليوم ان شاء الله يدخلوا خاطر واحد بصراحه ماذا بيه يشوف الجوارات الكبار اسطوره الاساطير بالنسبه لي انا تفرج فيه ثلاثه ولا اربع مرات فوق التيران اخويا كل بلاسمون في راسه فما جي بي اس مش مخ تقريبا واحد من اسهل الاستادات اللي دخلت له في حياتي يمكن الصف من با يمكن 30 واحد بون منظمين اش بيك الدنمارك هذه مش لعب معناها شيء يعمل كيف
مودريتش يلعب دونك سينو صفقوا السول اللي صفقوا عليه في الاخرين. جمهور كرواتيا مرغادي ما ثم حتى بلاصه فارغه، رام مهبله نتاع دي بلاسمون. انا ريتهم في كوب ديموند تاع المانيا وكوب ديموند تاع روسيا، شيء مهول. هذاك مسمينه الحيط الاحمر تاع كيما تقول انت الفيراج نتاعهم، لي زولترا نتاعهم الكل يقعدوا غادي. لا بون امبيونس وناس تغني وشيخين ديما حفله. بارتيات الكره في الاوروب حفله اكثر منها حاجه اخرى، سي ان شو اكثر منهم تاع اعصاب وكذا. ساعات في لابريسيون يربحوا ويخسروا ما يهمهمش. هذه عاد غنايتهم، غنايتهم اللي يتبركوا بها في كل تورنوا. واو النشيد الوطني كرواسي. ولا تسمع واحد يزفر انت ولا حاجه. برافو خويا، الناس الكل تصفق على النشيد الوطني الكرواتي. عندهم الفانتايام تاعهم كورنيليوس، اقسم بالله لا تسمع كره خزانه من الجوار خزانه. اللي عجبني فيهم على الاخر انهم كومباكت التالي بصفه مهوله. بار كونتر يخسروا كره ياسر رابيدمون، ياسر يخسروا كره رابيدمون. مارك تونيزيا جنن تونيزيا في نوفمبر. يور برونوستيك فور ذات جيم يو جوينغ اون بون هوب. ميتون بون نيفو ماهوش قوي برشا. مودريتش ملا فنان وملا فنان وتخسر له بركة شيخ. انطلاق الشوط الثاني. أسطورة أسطورة بالصفة عليها، عرفت من بكري هو يلب تبارك الله مصلي على النبي. تقول بالله العظيم ما عملش ريكاردياك جملة ولا ما همش مركبين له واحد ماكينه في قلبه. صراحه انا واحد كيما اريكسين ما تنجم كان تحترمه والله، يعني بعد اللي صار له في الكوب دوروب ومازال يلعب بالقلب هذايا وبالروح هذه وبالجري ويجري ويفك ويتكلي. سوى انا احنا كي نجيو في تونس التجاره والتو راهو 100 ساعه ولا راهو تو بالرجل معناها في السبيطار وريديوكاسيون ما نعرفش ليا. الرجل ينام ميم با بري 3 موا، راهو شيء مهول بصراحه. تحسوا كي دخل مودريتش مش رجعت فيهم الروح بركة، ترونسوندي معناها لي كروات يلعبوا افيك نوتر ايتا ديسبري. توا من با دقيقتين لاعب بدل كومبليتمون البلاصه، عرفت الراجل اوتونوم فوق التيران يعمل اللي يحب هو. مودريتش وليت ايكيب واحدة أخرى كومبليتمون كومبليتمون، تحولوا أصلا. هالي توا نحب نشوف الدنمارك كيفاش تسترجع في السكور. هذا هو شنو معناها الجمهور، معناها تبدا خاسر وتعيط. على اليمين ولا على اليسار ما ثم كان إريكسين يشوط لهم الكورنير نتاعهم. شوفوا عتوا اذا كان يوسف بولسن يبدل حاجه.
encore 7 minutes. C'est pas beaucoup, mais bon, c'est un bon attaquant. باش سرحة الله أعلم بولسين دخلوا خرجوا ميم با دي مينوت تضرب ميم با فوالا دونك الدنمارك كونتر كرواسيا وقفت أولا برافو مودريتش بصراحة وثانيا الحقيقة معناها ما هيش الإيكيب اللي توجع برشا صحيح ربحت زوج بارتيات الأولانيين هذاك علاش ما عندهمش أونجو كبير مي نو بصراحة يعني تكبش معاها علاش ما نقلعوش نيول في قطر هاي الكروات شانعين مع جمهورهم شيخين برافو عليهم الكروات شانعين مع جمهورهم شيخين برافو جي للدنمارك تربح صح عليه عام 2018 الفجير لافيريتي كان وهب الخزري خرج وحيا الجمهور بعد الخساره نتاع 5 نتاع بلجيكيا تفرج الدنمارك خاسره تفرج كيفاش يعملوا في دوره ويحييوا في الجمهور نتاعهم يلزمنا نتعلموا لي بول مانيير ونتعلموا التربيه ريتو يا توانسه كيفاش تبدا خاسر وتجيب حي الجمهور نتاعك تعلموها هذه تعلموها ولا هكا يوفى الفلوق نتاع بارتي الدنمارك كرواسيا شي يعمل كيف فرانشمون معناها جمهور عالمي منظم ملاعبيه تحترم الجمهور نتاعها انكور اون فوا حزت في نفسي برشا انا في روسيا 2018 انه في الخساره حتى حد ما جاي حي الجمهور